طيب مرحبا، كمان جريد 10 عم اشتغل فيزيكس ميكانيكس. في عنا هذا السؤال بدنا نشرحه، يعني بدنا نحكي كلمتين فيه. طيب عنا ترين بتحرك ريكتيلينير ريلز، يعني بخط ريلز هن السكة تاعيته ريكتيلينير. هلا كل شيء بناخده هي السنة ريكتيلينير، السنة الجاية بناخد الأشياء بتتحرك بطريقة مختلفة شوي. طيب هلا بدي اقول بس كلمه انه غالبا التلميذ انه هذا النوع من الاسئله المبدئيه، ما بعرف انا شو علاماتكم شو علامته الشخص اللي بعت لي السؤال، ما بعرف بالفيزيكس وهيك، بس اذا كانت العلامه منا كتير عاليه وهيك انه بشكل عام بالفيزيكس، فاللي ناطركم السنه الجايه هو مثل هيدا وعلى اسوأ. فأما إذا فرضا إنه مثائبة إنه والله علاماتنا عالية بس هالدرس إنه ما مشي حالنا فيه وهيك، ففي واحد يكفي سنة جاية علمي، وإلا لا خليه يروح أدبي، خليه يعمل شيء تاني، هيدي بس على جنب. وبالآخر كل واحد أدرى بحاله، بس يعني أنا حبيت أعلق على الموضوع لأنه منيح حدا يحكي كلمة هيك شوي بهالمجال. على كل الأحوال، at an instant t بزمن t it passes by the midpoint m of its path. فإذا هلا ما بعرفوا وين رايح من الاي للبي، كأنه فإذا and its velocity can be represented by a vector mn of length mn round circle term at an instant. بزمن t مرق بالميد بوينت ام اوف اتس باث. انا شو بفهمها هاي؟ انا بفهم فرضا هو تحرك من بوزيشن فرضا او لا او برايم، فرضا من او لا او برايم. او برايم يعني او على شحطه بسميه او برايم. فاذا تحرك من نقطه او لنقطه او برايم، فنص الطريق بيناتهم اسمه ما بعرف شو بنسمي نص الطريق، غالبا بنسمي الميد بوينت لسيجمنت بنسميه اي، سمي اي شو ما كان. ف it passes by the midpoint m، سمي m، فانا حسمي m يعني نص الطريق m. يعني فرضا اذا الطريق كلياته ما بعرف فرضا مثلا 10 كيلومتر، فنص الطريق حيكون 5 كيلومتر وحيكون بالموقع. عم بيقول at an instant، يعني هلا بدي افكر instantaneous، بدي فهم يمكن افكر instantaneous velocity. لنشوف and its velocity can be represented by the vector mn at an instant t it passes by the midpoint m of its path and its velocity. انا بفهم لما بيقول لي هيك بالجمله هيك عم بكفي فيها هيك، انا بفهم لما بيقول لي its velocity يعني velocity بنفس هالانستنت، اوكي؟ لانه مبينه بعدها جمله وحده وهالفاصله هي تابعه للكل سوا يعني، واكيد سرعته بهالنقطه الوسط. هلا هيدي الفيلوسيتي instantaneous بقول. هلا بدي هون اقول فكره، لما بتكون هي instantaneous انا غالبا لما نقول الفيلوسيتي احلى بصراحه، احلى تكون غالبا احلى سميها فيكتور في هيك، في وعليها سهم انه كاني فيكتور في، وبحط له سبسكريبت الموقع اللي هو فيه. الموقع يعني الموقع شو هو اللي فيه؟ فرضا موقع ام، بقول في ام بس حرف واحد، بقول غالبا هي هيك. هلا هون وطبعا هذا الفي ام بدايته للسهم، مثل ما هون مثلا هذا الام هون بدايته للسهم بدها تكون بالنقطه يلي هو موجود فيها بهيدي اللحظه بعيد. انا عم بحكي عن instantaneous velocity، يعني بانستنت معينه، بلحظه معينه هو بموقع معين. هالموقع مثقبه حسب ما هو مهتم فيه، مهتم هو بالنقطه الوسط، فبهالنقطه هاي بده يكون عندي فيكتور في، هي في. فهيدا الفي في ام هو غالبا هيك بيكون. هلا هو سميه ام ان، منه مشكله، بس هيك بدنا ننتبهوا، هيدا الام ان منه مسافه ابدا ولا يرمز لمسافه ابدا، بل هو فيلوسيتي. ليه؟ لا كيف عرفت؟ لانه هو فيلوسيتي، قال لي اتس فيلوسيتي كان بي ريبريزنتد. انا ما عم بطلع على والله مسافه ام ان، والله فرضا والله 2 سنتيمتر، هلا شو بعرفني شو بترمز. يعني ما عم بطلع ام ان فرضا، الا اذا قلنا الام، اذا قلنا والله هو انطلق من البي للاي،
عفوا هو مشوار طريقه من البي للاي، فهو بنص الطريق راح لنوجد بالنقطة ام. فمش انه الام ان فرضا هي 3 كيلومتر انه ترمز فعليا، يعني مش ل 3 كيلومتر او ل 1 كيلومتر ابدا، منا مسافة ابدا. هذا الام ان هو فيكتور، كان فيه يسميه الفيكتور اللي بده اياه، هو حب يسميه ام ان ماشي الحال، ولكنه لا يرمز الى مسافة بل هو يرمز الى سبيد او فيلوسيتي. انا دائما بقول فيلوسيتي هي ذات سبيد، الفيلوسيتي هي ذات السبيد، في فرق بسيط بس ما بدي احكي فيه هلا بعدين، هلا ما في داعي نحكي فيه ابدا، هلا بالنسبة لنا كلهم مثل بعض، فيلوسيتي هي ذات سبيد. اوكي فهذا هي لازم نضوي عليها، وبالتالي هذا الام ان اللي بيساوي 2 سنتيمتر. طب تقولوا لي ما هو 2 سنتيمتر يعني هو مسافة، لا هو مرسوم هون وطوله 2 سنتيمتر ولكنه لا يمثل مسافة، بل كل سنتيمتر يمثل 10 شو، مش 10 امتار، 10 متر بير سكند، يعني كل سنتيمتر بيرمز للسرعة قدرها 10 متر بير سكند. فإذا عندي 2 سنتيمتر حيكونوا كم متر بير سكند؟ حيكونوا 20. اوكي إذا عندي 2 سنتيمتر حيكونوا 20، وبالتالي هلا هو انا اكتشفت هلا انا وياكم سرعته بهالنقطة اللي اسمها ام. يعني انا هون لما بيكون عندي بهذا السؤال اللي قبل كان عندي سرعة هون اسمها ام زيرو، في زيرو، كان كتير حلو اني اسمي في زيرو، وحط السهم باتجاه الحركة، دايما احفظوها سهم الفيلوسيتي باتجاه الحركة. فرضا كان عندي اوبجكت واقف هون او ماشي هون وعم مكفي رايح هيك، فالفي زيرو حيكون سهم بدايته من هون ونهايته للسهم فعليا في محل هون فرضا هيك نهايته مع اتجاه الحركة. فرضا الفيلوسيتي بهالنقطة هاي هو سهم بدايته هون نهايته مع اتجاه الحركة هيك طلوع، يعني هيك يعني راسه للسهم هيك. اوكي وبالتالي هيدا سهم رايح شمالا، وهون انا بفهم دغري انه اتجاه الحركة رايح على الشمال مش رايح على اليمين، لانه دائما سألنا بدايته للسهم وين؟ بالام، لانه انا عم اقول الانستنت باي انستنت بهالموقع هذا اللي اسمه ام وليس بالان ابدا، الان هو نهايته، بالنهايه له نهايه وما بيهمني نهايته وين بصراحه، نهايته قد تكون هون على نفس الخط اي بي وقد تسائب نهايته بعد الاي، بعد الاي ما بيأثر، يعني قد يكون بدايته هون والسهم طويل 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 وبيقف هون ما في مشكله. ليه؟ فرضا اذا اخذ من هون يعني 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر يعني كم متر، كم متر بالثانية؟ اذا السنتيمتر 10 متر بالثانية 5 سنتيمتر حيكون 50 متر بالثانية، اي وين المشكلة؟ ممكن تكون سرعته 50 متر بالثانية. يعني هون انا عم اكد لكم انه هذا الام ان لا يمثل مسافة بل هو رمز محطوط على الرسمة يمثل السرعة فقط. طيب determined at instant t the direction of the motion، direction رايح على الشمال لانه السهم رايح على الشمال بكل بساطه، يعني الفيلوسيتي سهم الفيلوسيتي الفيكتور فيلوسيتي كتير مهم لانه بيدلني اتجاه الحركه كيف رايح. فلو كان السهم رايح هيك يعني الحركه بهاللحظه هاي ماشيه هيك، يعني هيك طالعه طلوع هيك انه بالزاويه اللي هي بحسب السهم، اذا السهم رايح يمين معناتها الحركه يمين بهاللحظه هاي كانت يمين. اوكي هون بدي الفت نظر لشغله اتنسى from B to A، هون هن عم بيقولوا from B to A وعم بيقولوا شغلة، قالوا انه قالوا هن وين mid point، mid point M. الرسمة ما منيحة هون من ناحية ال B وال A لأن الام ما قاعد بال mid point لل B وال A، فما بعرف ليش عاملين هيك. وهون عم بيقولوا from B to A direction at instant is that at same sort of T، لحظة direction of the motion at instant t is that of its velocity صحيح at instant t from b to a. ايه بس هون بداية الطريق b نهايته منا a بحسب الرسمة، لانه اذا وما له حق على فكرة هيدي، يعني نهايته منا a لانه لازم يكون الام بالمنتصف الطريق. هلا هون ما فرقت معنا لان بحسب طبيعة السؤال او المطلوب من السؤال ما فرقت معنا، هلا ما بعرف اذا بدنا نسميه خطا او شيء هيك، بس هي اصولا اذا قال هو ما قال لي على فكره بالنص، قال لي رايحه من البي للاي مش هيك فينا نعذرهم، بس هي رايحه انه من البي للاي. اوكي انه كاتجاه يعني كاتجاه وتحديدا بهالموقع هذا هو رايح شمالا، انا هذا اللي بقدر فيدكم فيه انه بهالموقع هذا هو رايح شمالا.
على بداية الطريق إذا بي إذا نهاية الطريق ما حتكون إيه، نهاية الطريق حتكون إذا هيدا البي الأم نص الطريق، يعني نهاية الطريق تقريبا رح تكون بشي محلهم على أساس إنه الأم ميد بوينت للمسافة كلها. هيك هو هيك نقلهم. ما عرف ليش قالوا كلمة ميد بوينت، ما لها أي أهمية، ماني شايف لها أي أهمية بالسؤال. كان في إلي باي أي بوينت أم، باي أي بوينت أم خلص ويغض نظر على الموضوع بس ما بيأثر. The direction of the motion at the instant t is that of its velocity at the same instant t. أكيد أصلاً ال velocity بهاللحظة هي اتجاهها، يعني direction تاعها هو بيحدد direction للموشن بهاللحظة، كمان بهاللحظة. يعني أنا إذا اتجاهها هيك رايح شمال وهيك مرسومة أم، وهذا يمثل هالفكتور مثل ما اتفقنا، هو يمثل فكتور velocity. أنا ما بعرف شو عم يعمل ولا ما وصل على هالنقطة فعلياً هون، هاي اللي هون محل الكورسور، محل السهم، محل سهم الكمبيوتر، فاللي عم حركه انا، فما بعرف هو اذا اصلا ما بعرف حتى اذا حيوصل لهون او لا، يعني ما بعرف بعدين شو عم يعمل، ولا حتى بعرف قبل شو كان عم يعمل. بس ما مفترضين انه والله كان منطلق من البي وماشي ماشي ماشي وقف له بشي محل، يمكن ما يكون منطلق من البي اصلا، هو ما صرح. طيب بزياده referring to the ability to determine the direction جاوبنا عليه، and the magnitude. شو يعني magnitude؟ magnitude للvelocity هو قيمتها، هو الفاليو تاعيتها، يعني هو كم متر بالثانية. ولكن هون هو عم بيقول لي بده اياها بالكيلومتر بالساعة، ما لنا مشكلة اذا انا قدرت احصل عليها بمتر بالثانية بحولها لكيلومتر بالساعة. كيف بنحول المتر بالثانية لكيلومتر بالساعة؟ نضرب الرقم ب 3.6، احفظوها، نضرب الرقم ب 3.6. فإذا اتفقنا هي 20 متر بالثانية، فهيدي العملية، هيدي قصة انه ال 1 سنتيمتر بيرمز ل 10 متر بير سكند، هيدي اسمها سكيل، سكيل 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 يعني مقياس، مقياس لشيء مرسوم على الرسمة مع شيء بالحقيقة، يمثل شيء بالحقيقة. بلا طول صيري، الفيلوسيتي او السبيد بهاللحظة هي 2 سنتيمتر ضرب 10 متر بالثانية بير 1 سنتيمتر. هون شو قصده يقول بهيدي 10 متر بالثانية بير 1 سنتيمتر؟ قصده يقول هون، هلا بصراحة التلميذ إذا هو غض يعني ما كتر حكي هون، كتب 1 سنتيمتر، حط هيك مثل إنه نقطتين 10 متر بير سكند، إذا كتب تحتها 2 سنتيمتر نقطتين 20 متر بير سكند، خلص بزيادة ومفهومة وماشي الحال بلا طول سيرة. فأنا مش حكمة كثير حعلق على هالموضوع، ولكن للي مستغرب إنه شو قصده بهيدي 10 متر بير سكند اسمي 1 سنتيمتر، المقصد بكل بساطة نحن لما بنقول اسمي، يعني فرضا انا اذا بقول 7 متر بير سكند شو بتعني هاي؟ او لا ما بدي اقول هيك، بدي اقول فرضا خلص ما بدي فوت بهالبحث، بس انه هي شو معناتها؟ يعني شوف لما بكون عندي فراكشن، يعني فرضا انا بقول 7 كيلوغرام، هذا وزن 7 كيلوغرام بالاسم، عندي فراكشن اسمه بالدينومينيتر، عندي فرضا 7 كيلوغرام بالكيس، هاي حلوه مهضومه، فانا عندي كيس وكل كيس بيحتوي 7 كيلوغرام، يعني وزنه 7 كيلوغرام، حط فيه بطاطا او حط فيه حجار، فاذا كل كيس، يعني هون ساعتها الاسم لما بحط اسمي، اسمي يعني اليونت شو بتكون هون؟ اليونت هون حتكون كيلوغرام بير اسمي باج، باج يعني كيس، حتكون كيلوغرام بير باج. شو يعني؟ يعني 7 كيلوغرام اسمي 1 باج. هيدا بسموه مثل ريشو، ريشو يعني مثل معدل، معدل كمان هيدا فينا نعتبره معدل، انه 10 متر بير سكند بال 1 سنتيمتر، يعني كاني عم اقول every 1 سنتيمتر correspond to 10 متر بير سكند، كاني عم اقول every 1 bag correspond to 7 كيلوغرام، 7 كيلوغرام. وهذا الريشيو بنرمز له ب مثلا 10 متر بير سكند اسمي 1 سنتيمتر، كمان بنرمز له ب 7 كيلوغرام اسمي 1 bag. وبالتالي انا اذا عندي مثلا 50 bag شو بعمل؟ بدي اعرف وزنهم قد ايه، بقول 50 باجز ضرب 7 كيلوغرام اسمي 1 باج. اوكي، من نفس الشيء عاملين هن هون، بيقولوا 2 سنتيمتر ضرب 10 متر بير سكند اسمي 1 سنتيمتر،
فهيدا ال 10 متر بير سكند بال هيك بير هيك بنسميه بير او بالعربي بال 1 سنتيمتر، فهذا بسموه ريشيو يعني معدل، وهذا المعدل عم بضربه بفعليا انا كم سنتيمتر مرسوم عندي على الرسمه. فاذا هون 2 سنتيمتر مثل كانه فعليا بكم كيس انا موجود عندي 50 كيس الى اخره. بيطلع الجواب 20 متر بالثانيه، هذا هو رقم حقيقي لانه متر بالثانيه. كيف حول متر بالثانيه لكيلومتر بالساعه؟ اتفقنا بنضرب ب 3.6، ما ضروري هيدا برهنوها بفتكر، ما بدي برهنها بزياده هالقد، مع انه حلو اللي فهمها ماشي الحال، بس اللي ما فهمها خلص يحفظها ويريح راسه. هلا اذا حب واحد انه نفسر له اياها انه كيف المتر، ليش المتر بير سكند بيساوي كيلومتر، انه ليش ال 1 متر بير سكند بيساوي 3.6 كيلومتر بالساعة. هون بالحقيقة هن عم يعملوا بروف، هن عم يبرهنوها، برهنوها بهالكلمتين اللي قاعدين بالنص. شوفوا قلتنا نشوف كيف برهنوها، مش واضحة كتير معهم، لأنه ال 1 متر هلا ما بعرف كيف بدي اكتبها هون، أنا ما في اكتب شيء هون، أنا عندي 1 متر بير سكند، يعني هي ذاتها 1 متر اسمي 1 سكند. هيدي بس عم برهن انا، هلا السؤال هو خلص، بس انا هلا عم برهن بس انه ليش ال 1 متر بير سكند بيساوي 3.6 كيلومتر بير اور. ما بعرف وين بدي اكتبها، ما كتابي هون منها سهله بالكمبيوتر. شوفوا بحط 1 متر بير سكند هي ذاتها ايكوال 1 متر بير، يعني اسمي بهم بدي اكتبها فراكشن اسمي 1s يعني 1 سكند. اوكي للي عم بيطبع معي، للي قادر يتخيل او اللي حاب يكتبها 1 متر. لازم نفهم شغله، في سيكرت ما حدا بيحكي، انه انا لما بقول 7 كيلوغرام في بين ال 7 وبين الكيلوغرام في ضرب، يعني هي 7 تايمز كيلوغرام، هذا سيكرت وما حدا بيحكي، بس انا عم بقول لكم. فلما بقول 1 متر بير سكند هي 1 تايمز متر اسمي 1 تايمز سكند. هلا ال 1 التحتاني من وين جبته؟ ولا شيء، ما انا عندي اس بالدينومينيتر، عندي اس يعني سكند، طب انا فيه اضربه بواحد، فاذا صارت 1 متر اسمي يعني 1 تايمز ام على 1 تايمز اس، او خلص 1 ام على 1 اس. طب بسيطه، بالنيوميريتور بحط ايكوال وبحط هيك فراكشن، بالنيوميريتور شو بحط؟ ال 1 ام يعني 1 متر قد ايه بيساوي؟ كم كيلومتر؟ بيساوي 10 تو ذا باور 3 كيلومتر، فاذا بالنيوميريتور عندي 10 باور 3 كيلومتر. وبالدينومينيتور شو بدي احط؟ بالدينومينيتور بحط شو اسمه؟ ال 1 سكند بشيلها وشو بحط محلها؟ بحط محلها الفاليو تاعيتها بالاور. ليه؟ لانه انا بدي احول لكيلومتر بالساعه، فانا اليونت فوق كيلومتر ظبطتها، تحت بدي اعملها اتش، بدي اعملها اور. فال 1 سكند اذا بدي احولها لاور هي بتساوي، اللي ما بيعرف يعرف، هي بتساوي 1 اسمي 3600، هي شو اسمه؟ ايه بالضبط، هي 1 اتش اسمي 3600. يعني بالنيوميريتور عندي 10 باور ماينس 3 ماينس 3 كيلومتر، وبالدينومينيتور عندي 1 اتش اسمي 3600. الفراكشن السطر الاساسي بالفراكشن هو اللي قاعد فوق، اللي راكب عليه فوق ال 10 ماينس 3 كيلومتر. الفراكشن التحتانيه صغيره بدكم، بضرب انتم بتسموها قريب قريب بعيد بعيد كذا، بقوم بيطلع معنا هذا. فهذا 3600 نزل من الدينومينيتر التحتاني طلع نط لفوق، عم صارت 10 ماينس 3 كيلومتر ضرب 3600 عم طلع 3.6 كيلومتر بير اور. وهذه هي القصه، وبتمنى لكم التوفيق.